السلام عليكم. أمي شحالو ما ولا دربابها لا راجلها هوزوها. أمي حمارة قشبرة طاح في كف واحد. هاي ليش عجوزة ثمرة 90 سنة ما عندهاش دراري عايشة وحدها. هاي ليش مسكينة هاي بالدواء وبدي جاي صاشية تاع الدواء لا هكذا دكاتي. هاي ليش هوزوك الحجة؟ إيه هوزوك من الدار؟ إيه وين راح تروحي دوكا؟ ما عندكش وين تروحي؟ شنو روحها؟ ما عندكش وين تروحي؟ انت اللي ربيتيهم وانت اللي كبرتيهم ورميتي معاهم بوكاتيك ضربوك وحوزوك. عندك واحد اللي ضربوك من قبل وحوزوك بوكاتيك وداو الفريضه بلا ما يعيطوا لك وبوكاتيك خرجت لك وقع بالطرد. معليش الحاج ربي سبحانه كاين 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 ربي سبحانه دوك انتيا وشو وشو وش تقولي لازم الوالي ولا ما على باليش الدوله شي واحد راجل من الدوله اللي يخاف ربي يشوف كيفاش يدير الحل تاع هاد العجوزه هادي وشكون ما عندها دراري هذيك اللي كديرها ولادهم هما اللي حوزوها اللي كان ديرتهم ولادها هما اللي حوزوها وخطره ضربوها من قبل هما اللي داو لها المرض دوك عندها الاعصاب عندها بزاف فايس وما عندهاش وين تروح ولازم تشوفوا لها حل بكاتي لازم يكون الحل باذن الله وان شاء الله كما يقولوا ربي سبحانه لا بالو ثم سيو كفاش بارطاجي ماكسيمو الفيديو هذايا حاجة اللي ما عندهاش وين تروح يشوفوا لها حل باسكو مطرح في كينك واغد وخرجت لها الورقة بالطرد هذه ما عندهاش لي حامية ليها ولا لي وقف معاها حنا كيما يقولوا انا دلالين خير رانا نشوفوا الحكاية تاعها مريضة انت الحجة واش عندك؟ واش عندك من؟ عندي سكر عندي لاطونسيون عندي عندها السكر عندها لاطونسيون عندها الاعصاب عندها قام مسكينه واش مازال هذه تعيش خرجوها من الدار ان شاء الله كاين رجال الحجة دوك يشوفوا حكايتك ايه انت هذا رجلك كنت اعطاك هذه الدار باش تسكني فيها هما مساكنين من هي هذا دوك حوزوك منها هاي الباب تاعها وحدها هي ومساكنينها مساكنين من هي المهم حجة اللي فيها الخير يجيبه ربي سبحانه.